اللي ما بتبقاش في وقتها. احنا بعد ما تقدمنا 2-0 كان احساس زايد عن اللزوم من اللعيبه بالمسؤوليه، خوف على المكسب، وحضرتك اكيد عارف الكلام ده كويس ومريت بيه. الخوف على المكسب ادى لعدم تركيز الكره ثابته اللي هو الهدف الاولاني اللي دخلهم في ماتش ثاني، لان طبعا طول ما النتيجه 2-0 فبيبقى برضو ثقتك انت بتبقى افضل، والاحباط عند الفريق الاخر بيبقى ازيد شويه كل ما الوقت بيعدي. ولكن اول ما بيرجع بجون، طبعا الجون احنا حضرتك اكيد شفته من كره ثابته اللي هي ما حدش لمسها حتى وراحت مباشره في المرمى، وكان فيها شك في اوفسايد وكده، ولكن الجون ده رجعهم للماتش تاني. حصل بعديه بعض الارتباك شويه والرعونه شويه في بعض القرارات. الكره بتاعت الهدف الثاني كانت معانا وفي استحواذنا، ولكن اتقطعت في منطقه خطر جدا، وطبعا هم عندهم قدرات وعندهم امكانيات كبيره بيقدروا يستغلوا انصاف الفرص، ولان هي ما كانتش فرصه محققه خالص، بس ده وارد في الكوره. دخلنا ما بين الشوطين تداركنا الامر الحمد لله، واتكلمنا مع اللعيبه وقدرنا نسترد ثقتنا تاني، وقلنا ان احنا رجعنا لنقطه البدايه في الماتش ونقدر نبدا زي ما بدانا الشوط الاول كده ونقدر نرجع الماتش تاني. وقد كان الحمد لله انا يعني راضي تماما عن الشوط الثاني اللي اديناه، واللعيبه ادت المطلوب منها، وبشكر اللعيبه كلها ويعني بصفه عامه، واللعيبه كمان اللي نزلت تغييرات النهارده كانت على قدر المسؤوليه ونزلت نفذت اللي اتطلب منها كويس جدا، وخلقنا فرص الشوط الثاني كنا نقدر ان احنا نحسم بيها المباراه، ولكن الحمد لله الحمد لله على طيب. كل حال كنت في مداخله قبل كده معايا كابتن احمد، واتكلمت على ان انت مش قلقان من الوضع الخاص بالنسبه لفاركو، وانك بتلعب وعايز تقدم اداء جيد بالنسبه للفريق، وفي نفس الوقت طبعا الهدف انك تفضل في الدوري الممتاز. هل دلوقتي في قلق للكابتن احمد؟ بالعكس والله، يعني بعد فوز البلديه دلوقتي والتعادل النهارده بالنسبه لك؟ بالعكس والله كابتن، الحمد لله يعني الحمد لله الثقه بتزيد اكتر، الحمد لله الايمان بقدرات اللعيبه بيزيد وقت عن الثاني، الحمد لله الفرقه دايما في زياده بالنسبه للاداء وفي تحسن، والحمد لله بنعمل نتائج ايجابيه الحمد لله كويسه جدا. احنا بقالنا سلسله ماتشات طويله جدا من بدايه الدور الثاني ما خسرناش غير من اهلي وزمالك، فده معدل كويس جدا جدا الحمد لله. اي نعم النتائج ممكن تكون مش افضل حاجه، ولكن انت الحمد لله مجرد ما كل ماتش بتضيف لرصيدك نقط وبتقدر تعمل نتيجه ايجابيه، فده في حد ذاته شيء كويس في وسط الصراع القوي جدا جدا بين انديه الدوري كلها، سواء في المقدمه او في منتصف الجدول او في المؤخره، فده الحمد لله بيزيدني ثقه وبيزيدني فخر واعتزاز باللعيبه وباللي بيقدموه وبالتعب اللي بيتعبوه. لا الحمد لله ما فيش قلق خالص يا كابتن، انا عندي يقين جدا ان احنا مش باصين اصلا لاي نتائج ثانيه، احنا باصين في طريقنا احنا بس، باصين في مبارياتنا احنا بس نقدر نحقق منها ايه، والحمد لله ده اللي مخلينا بنظهر بالشكل ده، ولاعيبتنا دايما مركزه في اللي يخصها يعني. طيب الماتش الجاي بنك الاهلي يا كابتن، اخر ماتش هيكون مع مين؟ مع انبي ان شاء الله. انت عندك بنك اهلي انبي، طيب يعني استعداد هيبقى مختلف للماتشين دول يا كابتن، وطريقه اداء ممكن تبقى مختلفه، بحيث انت محتاج الفوز يعني على الاقل في ماتش واحد من دول. احنا عامه يا كابتن بنشتغل دايما لينا سيستم ولينا اسلوب، ولكن بيبقى في بعض التفاصيل الصغيره وبعض المتغيرات بناء على نقاط قوه كل فريق بنلعبه ونقاط ضعف اللي ممكن نقدر نستغلها، لان ده لازم امر طبيعي ان انت بتحاول تدرس الفرقه اللي هتلاعبها كويس، بيبقى كل فريق عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف، مفيش طريقه لعب ملهاش مميزات وملهاش عيوب، فبنحاول نستغل العيوب اللي موجوده عند اي فريق او القصور ونستفيد منه لصالحنا، وبنحاول نتفادى القوه اللي عند اي فريق ونحاول نحجمها ونحد من خطورتها، وده اللي بنشتغل عليه دايما مع اللعيبه، والحمد لله اللعيبه بتستوعب وبتنفذ وعندهم قدر كبير من المسؤوليه والثقه في النفس، فالحمد لله على كل حال. اتمنى لك التوفيق كابتن احمد، ويعني ماتش كان صعب النهارده اكيد امام فريق كبير زي بيراميدز، وفكره التقدم ثم التعادل اكيد بتبقى صعبه على اي مدرب بيكون خلاص شايف ان الفوز حليفه، ولكن طبعا انت بتلعب كره قدم قدام فريق كبير، وبالتالي التعادل ونقطه تعتبر مهمه اكيد بالنسبه لفاركو النهارده بالنسبه للتعادل. طيب